السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. اللهم خذنا إليك منا وارزقنا الفناء عنا، ولا تجعلنا مشغولين بأنفسنا محجوبين بشهواتنا، واكشف لنا عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. مكملين مع بعض خواطر يوم السبت، بنتقابل كل يوم سبت الساعة 9، بشارك حضراتكم في معنى كده روحاني أو نفسي أو شرعي، وبعدين برد على بعض أسئلة حضراتكم. أولا بشكر كل واحد متابعنا النهاردة، وبشكر كل واحد بيجي في باله سؤال وبيشاركنا، لأن الأسئلة دي بتنفع ساعات ناس كتير ما بتبعتش، بس السؤال بيمس حياتهم جدا، فبشكر كل الناس اللي بتتواصل معنا. أنا النهاردة عايز أرد على سؤال بيتبعت لي، إيه حكاية الدعاء اللي بتبدأ بيه اللهم خذني إليك مني وارزقني الفناء عني؟ أنا عايز أقول لكم نص الدعاء الأول، لأن أنا وأنا بقوله كأني بشرحه، ففي حاجات بغيرها في النص بتاعه. أولا الدعاء ده بتاع عالم كبير اسمه أبو الحسن الشاذلي، وده عالم كبير مدفون في مصر، شيخ العز بن عبد السلام وشيخ أبي المرسي، المرسي أبو العباس، العباس أبي المرسي، وهو شيخ سيدنا ابن عطاء الله السكندري، وعالم كبير جدا. كان بيقول اللهم خذني إليك مني وارزقني الفناء عني، ولا تجعلني مشغولا بنفسي مفتونا بحسي، واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. الدعاء ده سر كبير، ولو الواحد فهم معناه وقاله من قلبه كده، هيبقى أحد خطواتك في السير إلى الله وترقي روحك وقلبك في رؤية ربنا وانت عايش. طبعا رؤية ربنا أن تعبد الله كأنك تراه، رؤية القلب لله. احنا هنشوف ربنا في الجنة، في الدنيا هنشوفه بقلوبنا، نشوف صفاته. اللهم خذني إليك مني. كانوا علمونا في معاملة البشر إن أعلى درجات الإحسان في المعاملة الحضور، إن حضرتك لما تبقى قاعد بتتكلم معايا إن أنا أبقى كل ليك. بيسموه ساعات الإنصات التعاطفي، بيسموه الحضور، البريزنس. أول حاجة علموها لنا في الكوتشنج، لو أنت عايز تساعد حد في تحدياته وهو بيشكي لك حاجة، تبقى حاضر معاه، اسمعه بقلبك وعينيك ومخك بكلك. اهو ده بتدعيه مع ربنا، اللهم خذني اليك مني، انا عايز ابقى عايش في الدنيا في تمام الحضور معاك يا رب. ما يبقاش في حاجه واخداني منك، لان ربنا سبحانه وتعالى صفته ان معانا وهو معكم اينما كنتم. فانت لو عايز ربنا، ربنا معاك في كل احوالك، وانت بتطيع وانت بتعصي، وانت صاحي وانت نايم، وانت عايش وانت في قبرك، الله لا يفارقك. ومن أسماءه الصاحب، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، لا يفارقني ولا أنا ولا أحبابي. فأنا بقول له يا رب لو سمحت خذني إليك مني يا رب، خليني دايما. كانوا يقول لك إيه، لو عايز تربي ابنك ويتعلق بيك يديله كواليتي تايم، خليك قاعد معاه وانت موجود. أهو الكواليتي تايم ده أولى من تعطي وقت جيد تعطيه لربك سبحانه وتعالى. ما بقاش دايما كده الدنيا خطفاني من ربنا، اللهم خذني إليك مني. فوانا بتكلم بتناقش بصلي بتخانق بدافع عن حقي، بعبد ربنا، بطوف الكعبة نايم، أنا معاه. يعني نيتي الحضور بين يدي، بسموها حضرة القدس. يعني أنا دايما أشعر بتقديس الله، أنا دائما معه، ما اتسرقتش ما اتخطفتش، اللهم خذني إليك مني. طب ده هيعمل لي إيه لما بقى كده؟ يا نهار أبيض يا نهار أبيض. هو القضية مش في إن ربنا بعيد عني فأنا حاسس إن أنا لوحدي، وربنا دايما قريب، أنا اللي حاسس إني مش مسنود، لأني أنا اللي متاخد بعيد، أنا اللي متبعتر في الدنيا، متبعتر في الجري بزيادة ورا الدنيا، لأن الجري ورا الدنيا ده طبيعتنا، مش هنغيرها، لكن الجري بزيادة والخوف بزيادة والقلق بزيادة على الرزق وعلى منظري، وهيقولوا ايه عني
مخطوف من ربنا، اللهم خذني إليك مني وارزقني الفناء عني. الفناء يعني النسيان، كل من عليها فان، كل حاجة مشيت خلاص، بقت في طي النسيان. لما أنا أكون قاعد معاك وأنت بتحكي لي حاجة، وأنا مثلا إيه عندي ميعاد بعد ساعة من دلوقتي، لو كل شوية ببص في الساعة وأنت منفعل وبتحكي لي حاجة وتاخد رأيي وأنا مشغول عنك بحاجتي وساعتي ومواضيعي، كل شوية جه تليفون أرد، أنا ما عنديش فناء عن نفسي، أنا مشغول بنفسي قوي عنك. لكن لو أنت قاعد وأنت منفعل وأنا قاعد معاك ومركز قوي وبديك كلي، هتلاقيني لا ببص بساعة ولا مركز في تليفون ولا أي حاجة، أنا عندي فناء عن نفسي، أنا معاك أنت وبس، أنا كلي ليك أنت وبس. على فكرة في الإتيكيت وفي المعاملات ده أعلى درجات، أعلى درجات الحب، إن وأنت موجود أنت واخدني كلي. أنا يا رب بقى عايز أعيش طول عمري كده معاك، وارزقني الفناء عني. أي حاجة بعملها أبقى ببص لمراد الله أولاً، فأترك ما أهوى من أجل من أخشى سبحانه وتعالى. أبقى دايماً وأنا بعمل أي حاجة، مسافر أصيف، الله فين؟ داخل أنام، الله فين؟ آه في فجر الساعة 4 وشوية، في بيزنس معروض عليا، الله فين من الموضوع ده؟ نصيب دايماً، الناس بعض الناس التجار يقولوا كلمة ممكن ما تبقاش ساعات منضبطة شرعيا أو بسليم، كلمة حلوة قوي، يقول لك احنا هندخل ربنا شريك معانا في التجارة دي ب5%، ب2.5%. عايز يقول ايه بالكلمة دي؟ عايز يقول ان انا لما اجي اشتغل هنربح 1000 جنيه، ربنا ليه 2.5%، ليه 5%، كأني بوزع كده، وحق الفقراء يعني حق ربنا، يعني حق الفقراء المحتاجين الخير يعني. ده هو عنده شيء، هو مش مشغول عن ربنا، هو متفاني عن نفسه، مش واخد باله الا بحق ربنا في كل حاجه. عايز اعمل كده، عايز لما اتجوز لما اشوف مراتي افتكر ربنا، المفروض الست دي اكرمها ازاي وارزقني الفناء عني، مش ابقى مشغول ازاي اعلمها وتعاملني ازاي وافهمها مش عارف ايه لا لا، اكرمها ازاي وانا متاكد ان ده هيرجع لي منها ان شاء الله. قال وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مشغولا بنفسي. الشخص المشغول بنفسه عن ربنا، مشغول بشهوته عن ربنا، بمراده عن مراد الله، كل حاجة في الدنيا، في الدنيا ليك فيها مراد والله فيها مراد. الشخص اللي هيكسب دنيا والآخرة اللي يبقى مراده هو مراد الله، بيسموها الموافقة، انك انت يحصل اتفاق بين شهوتك وغرائزك ومراداتك مع مراد الله، فيصير رضاك في رضا الله وفرحتك في فرحة ربنا ولذتك في شيء الله يرضى عنه. بالمناسبة دي درجة كبيرة من درجات الهداية، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، سيدنا النبي علمنا كده عليه الصلاة والسلام. فبيقول له ولا تجعلني مشغولا بنفسي، كانوا بيعلمونا في الاتيكيت في الأسانسير، انك لو داخل مع حد محترم اكبر منك، سواء دكتور في الجامعه مثلا، منصب كبير مدير، وداخل معاه الاسانسير، ما تتشغلش بالمرايات بتاعه الاسانسير عنه. واحنا اصحاب مع بعض، اه داخلين الاسانسير، كل واحد بيعدل في شعره ويعدل في لبسه، شباب مع بعض، بس لو في حد كبير وانت مثلا بتتكلم معاه في الطرقه ودخلت الاسانسير، ما تسيبوش وتقعد تعدل في لبسك وهو وراك، لا تنشغل بنفسك عنه. تخيل واحد بقى باصص في المرايه طول عمره، في مرايه نفسه، مراية غرائزه وشهواته، وساب ربنا. ولا تجعلني مشغولا بنفسي، إنما اجعل انشغالي بنفسي هو انشغال برضاك، حتى تصير شهواتي في رضاك. ولا تجعلني مشغولا بنفسي مفتونا بحسي، الحس الشهوات الحسية مش المعاني. البني آدم بيبسطه حاجتين، عالم المباني وعالم المعاني، عالم الملموسات وعالم المحسوسات. عالم المباني كل حاجة بتخدم الجسم وشهواته، عالم المعاني كل حاجة تخدم القلب والروح. فبيقول ولا تجعلني مشغولا بنفسي مفتونا بحسي، حس هي الشهوات الجسدية. اللي بيشرب سيجارة حشيش أو بيجرب المخدرات عموما أو يتفرج على فيلم إباحي
بيتفرز في عقله كم من هرمونات النشوة، دوبامين، أوكسيتوسين، سيروتونين، 5 هرمونات مشهورة عند المتخصصين بعضكم عارفها. بتبقى ماسورة مفتوحة، الهرمونات النشوة دي بتفتن البني آدم في الشعور ده. إيه ده؟ إيه اللذة دي؟ هو في كده في الدنيا؟ وده أحد أكبر حفر الدنيا الإباحية والمخدرات، بسبب كم هرمونات اللي بتفرز عند البني آدم فيتفتن. أضرب لك مثال، واحد متجوز ست طيبة ومحترمة وجميلة ومش مقصرة في حقه، وبتربي العيال وبتساعد في البيت يديها هو 10 على 10، بس بعد 10 سنين 15 سنة مش بيستثمروا في العلاقة، فالعلاقة ماشية كده بالحب القديم، هما مش بيعملوا مجهود في العلاقة، لأن احنا عندنا لو انت مخلف 2 فانت عندك عيل تالت اسمه العلاقه، محتاج تربيه وتكبره وتصرف عليه. جزء كبير من البيوت مش بيعمل كده، خلاص بقى ايه، بينجرفوا. فيتعرف على ست مثلا جديده تديله حب وحنان ولطافه وخروج وانبساط وضحك، مفيش مسؤوليات، يتفتن. يتفتن في ايه؟ يتفتن في الحس الجديد ده. ايه ده؟ هو في حب كده؟ ايوه في حب، بس انت اهملته مع مراتك. انت خد بالك، انت يعني ايه، كل واحد فيكم في المطحنه بتاعته مش مركزين مع بعض. فيحصل له شيء كده، يحس ايه ده، انا غلطت ان انا اتجوزت الست دي، مفيش حب. لا في حب، بس انت مش مركز فيه ومركز في التاني، مفتونا بحسي. مش كده، مستغربش ان تجارات البشر من اكبر التجارات اللي فيها فلوس تجارة المخدرات وتجارة الدعارة، اعزكم الله. ليه؟ فتن حسية. تعرف السن صغير شوية من شبابنا اللي في المدارس وفي الجامعة، لما واحد عنده شوية عضلات كده ويضرب واحد قدام الناس ويفتن بعضلاته انه جابه في الارض وخلاه ينزل دم من مناخيره قدام الناس، ولو كان في بنات واقفه وبتاع، عارف الافتراء ده بالذات لو كان هو قوي والتاني ضعيف فافترى عليه، اسمه فتنه بالحس. فتنت مفتونا بحسي، شهواتي المحسوسه. اللهم خذني اليك مني وارزقني الفناء عني، ولا تجعلني مشغولا بنفسي، مفتونا بحسي، واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. سر مكتوم كانوا علمونا برضو في بعض العلوم اللي درسناها نظرية اسمها جوهاريز ويندو، جو وهاري ويندو، يقول لك انك انت في رحلة الوعي بنفسك عندك 4 نوافذ، معلومة انت تعرفها عن نفسك وغيرك يعرفها عنك، ادي واحد. معلومة انت تعرفها عن نفسك وغيرك ما يعرفهاش عنك، عن صفة من صفاتك. معلومة غيرك يعرفها عنك وانت ما تعرفهاش عن نفسك. وبعدين الرابعة معلومة انت ما تعرفهاش عن نفسك وغيرك ما يعرفهاش عنك، 4 تقسيمات. فبيقول لك في رحلة الوعي انت محتاج تسأل ناس مقربين عن عيوبك وعن صفاتك اللي انت ممكن تكون ما عندكش awareness، وعي عنها، عشان تقدر تكتشف ما لا تعرفه عن نفسك. واحنا في رحلة، الواحد بيتعرف على الله ويتعرف على نفسه. فمن ضمن الحاجات الخفية طبقا للنظرية دي، ان انا ممكن يكون في عيب فيا هو سر مكتوم عني، انا ما اعرفش وانا طيب ولا مش طيب، ما اعرفش وانا حنين ولا مش حنين، ما اعرفش وانا في مقياس الكرم، الكرايتيريا، معيار الكرم، انا كريم ولا بخيل، ولا مصلحجي ولا انا جدع. ممكن اكون شايف نفسي جدع ويكون كل الناس شايفاني مصلحجي، ممكن اكون شايف نفسي متعلم وكل الناس شايفاني جاهل. فدي يا رب خليني اعرف نفسي على حقيقتها، واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. قل لي يا رب سر مكتوم عني، كيف أصل للتعلق برسول الله، حيث كده لما يذكر عيني تبكي شوقا لرسول الله. اشمعنى حبايبنا ومشايخنا بيحصل لهم كده وانا لا؟ وصلني للسكة دي يا رب، وصلني يا رب لماذا خلقتني، اكشف لي عن هذا السر لو هو لسه مكتوم عني، واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. اقول لك الدعاء تاني، اللهم خذني إليك مني وارزقني الفناء عني، ولا تجعلني مشغولا بنفسي، مفتونا بحسي، واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. أول سؤال، البنت مش عايز أقول الاسم بقى، البنت اللي اتولدت ولقت أبوها مش حنين، مش بيعاملها وحش لكن ما بتشوفش الحب والحنية ولا الاحتواء، تعمل إيه؟ طبعا في إجابات كتيرة، جزء منها عند علماء النفس، جزء عند علماء الشريعة، بس أنا هقول لحضرتك يا صاحبة السؤال نيفين، عايز أقول لحضرتك
اللي جاي على بالي دلوقتي، لغاية ما ربنا يكرمك بمن يعوض عليك الحنية المفتقدة من الوالد الكريم. الأول معلش تعاطفي مع الوالد، ما تزعليش منه، ما تكرهيهوش. انت ما تعرفيش هو اتربى ازاي او كم الازمات والتحديات اللي شافها في حياته، ممكن تكون اضفت عليه شيء من الجفاف، بس هو من جوه طيب، ممكن مش بيعرف يعبر. يعني بعضنا جواه صفات حلوه كتيره متحملها، عندنا حاجتين كده في التواصل، حاجه اسمها التحمل، حاجه اسمها الاداء. فانا تحملت المعلومه واديها، تحملت صفات حلوه، على فكره انا طيب بس ما بعرفش اعبر عن طيبتي دي. ساعات كده ببقى مثلا مدب عايز انصح اللي قدامي، ومن كرة طيبتي وخفتي عليه او مديها له كده تجرحه. فانا عندي تحمل، فجوايا متحمل حاجات كتير حلوه بس مش بعرف اديها. فتعاطفي مع الوالد، وخلي والدك في الدنيا دي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. النبي ليست له ابوه نسبيه، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لكن سيدنا محمد، سيدنا علي بن ابي طالب بيقول على سيدنا رسول الله: قد وسع الناس خلقه وبسطه، يعني من كتر ما هو كان منبسط قريب يعني وخلقه واسع، قد وسع الناس خلقه وبسطه حتى صار للناس ابا. ابوه روحانيه وابوه ادبيه. استقبلي الحنيه راسا من سيدنا محمد، اولا بكثره الصلاه على سيدنا رسول الله، تحسي بشيء كده من ذاق عرف، اللي يدوقه هو يعرف، حاجات ما بتتوصفش قوي. اكثري من الصلاه على سيدنا رسول الله، كل ما تصلي على النبي، النبي هيدعي لك، ولو النبي دعالك انت هتبقي في رعايه ربنا. وسيدنا النبي قال كده، قال: ما من عبد يسلم علي الا رد الله علي روحي فارد عليه السلام. لما النبي يقول لك وعليك من الله السلام، اعرف انك انت هتعيشي في سلام، واللي ناقصك هيجي ان شاء الله. فأكثري من الصلاة على سيدنا رسول الله، أكثري من الدعاء بالعوض، إن ربنا أولا يهدي أبوك للحنية اللي بتدوري عليها، وربنا قادر بكن فيكون. بالمناسبة فاكرين معنى اسم الله القدير؟ هو الذي يستطيع أن يوجد المعدوم ويعدم الموجود. فالله قادر يخلق النهاردة لو أراد بحكمته ورحمته، يخلق الحنية في قلب أبوك النهاردة بكن فيكون. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، دي عقيدتنا في ربنا، يقلبها كيف يشاء. فلو أراد بحكمته ورحمته يخلقها، ادعي بكده. حاجة أخيرة بقى علمها لنا برضو في مواضيع العلاقات وكده، خدي بالك خدي بالك، وانت جاي تتجوزي ما تتجوزيش الحنين بس. بعضنا لما بيجي يقيم علاقات بيدور على الحاجة اللي مفتقدة عنده. الجواز باكج، الجواز رؤية عامة. فبعضنا مثلا ما عندوش حنيه فيدور على الحنين، بس محتاج الحنين ده يبقى بيتحمل مسؤوليه ويبقى جدع ويبقى بيحبك من قلبه، ويبقى حاجات كتير اللي بندور فيها في الزوج الصالح. ربنا يرزقك الزوج الصالح ان شاء الله قريبا، بس خدي بالك وانت جايه تتجوزي ما يبقاش فرار من القسوه للحنيه بس. ان شاء الله ربنا يرزقك باللي يحنو عليكي، واللي يكون كمان زوجك يقدرك. معظم دعايا مستجاب، وكل الناس بتطلب ادعي لهم، وابتديت احس باشياء لما قلتها للناس دعايا ما بقاش مستجاب. فاهم الحال اللي حضرتك فيها هيام؟ ساعات بعضنا بيبقى عنده بعض الاحوال بينه وبين ربنا، وبعدين بيكلم الناس عنها. انت كده ان شاء الله ما حسدتيش نفسك، لان اني احسد نفسي ان انا اتكبر بنعمه على الخلق بنيه كسر قلبهم اول ما دخل جنته في سوره الكهف. أنا خير منك، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، بستاني أحسن بكتير من بستانك، وشايف رجالتي قد إيه وأنت ما عندكش حد يخدمك. ده اسمه حسد النفس، إني بأتكبر بنعمة الله على الخلق. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، أي ينسب النعمة لنفسه مش لفضل الله. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، أنا مسيطر، فلوسي مش هتروح، وما أظن الساعة قائمة، وبالمرة ما فيش آخرة. أنت مش كده، أنت وأنت بتقولي مثلا للناس: ده أنا مرة دعيت وربنا استجاب، ده أنا مرة عملت كنت بتكلميهم عن فضل ربنا. أمال ليه الموضوع ده ما بقاش يستجاب؟ لأنك حطيتي يا هيام قانون، فلما القانون ده اللي أنت حضرتك حطيتيه لما تخلف افتكرتي إن في حاجة غلط. هو أصلا القانون ده مش موجود. أنت مستجابة الدعاء مش معناه إن كل ما تدعي هيحصل.
انت كل ما تدعي ربنا هيتجاوب معك بفعل الانسب. فساعات كتير كان دعائك يتفق مع القدر ان ده الانسب، فتدعي يحصل، تدعي يحصل. المره دي انت دعيتي ما حصلش ان ده الانسب، فانت ربنا استجاب لك بفعل الانسب. ثم في بعض الاوقات ربنا سبحانه وتعالى بحب بياخد مننا اخذ محب وليس اخذ منتقم، بياخد مننا بعض المقامات حتى يشعر الانسان باحتياجه انه يطلبها من ربنا تاني ويقف على باب ربنا، ولا ينسب الانسان المقام ده لشطارته. فكانه ساعات، مش بقول الكلام ده ينطبق عليك، انا بقول الاجابه عامه يعني، ساعات ربنا بياخد مننا بحب بعض المقامات حتى لا اتصور اني جبتها بشطارتي، بل اقول يا ربنا يعني نور النور تاني يا رب، عارف النور قطع، النور من عندك نوره بقى تاني يا رب، ده مش انا. وربنا يجعلك دائما مستجابة الدعاء. هل المعاصي بتحبط جميع حسنات المؤمن؟ هي القاعدة دي غلط، احنا ما عندناش إن السيئات يذهبن الحسنات، احنا ما عندناش كده. احنا عندنا إن الحسنات يذهبن السيئات. عندنا ثلاث سيئات بس هم اللي بيحبطوا العمل. ثلاثة بس. السيئة الأولى إني أكون مش عامله لوجه الله أصلاً، عامله منظرة قدام الناس، فخدت أجري من الناس خلاص. سوء الأدب مع سيدنا رسول الله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، يعني كي لا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والثالثة أن الواحد يموت وهو منكر لوجود الله رغم علمه بوجود الله، يعني أنا عارف أن ربنا موجود وقمت أنكرته، يعني جحدت. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. لكن واحد مثلا يغلط غلطة فحسناته اللي خدها من شوية تروح عليه؟ لا. وبالمناسبة من ضمن يعني أبعد ما قيل عن مسألة قبول لله للحسنات، يقول لك لو عملت حسنة وعملت بعدها سيئة دي علامة ان ربنا ما تقبلش منك الحسنة دي. ليه؟ ما انا يقينا بعد اي حسنه هعمل سيئه، لان انا بني ادم، كله بني ادم خطاه. يقول لك من علامات عدم قبول ربنا لرمضان انك تعصي بعد رمضان، كلنا، انا بعصي بعد رمضان، بني ادم، وبعصي في رمضان بني ادم، وبروح برجع لربنا وبغلط واقول كلمه انا مش راضي عنها، وهزر هزار انا مش راضي عنها، واتدلع في حاجه ربنا طلبها، كله بني ادم خطاه. فما فيش حاجه بتمسح طاعه دي، مهمة قوي. لكن في بشرى للقبول، انك توفق لعمل ورا عمل ورا عمل، شيء جميل. لكن اغلط بعد حسنة فالسيئة تمحو، سيدنا النبي ما قالش كده وربنا ما قالش كده في القرآن عليه الصلاة والسلام. الله، ممكن تتكلم عن الراجل اللي بيشتم مراته ومش بيقدر تعبها وبيقدر كل الستات الا هي؟ الراجل الكريم ده هو يعني هو مش كريم في اللقطة دي، معلش يعني لساني متعود على، ما اقصدش ان هو كريم انه بيشتم، يعني الانسان ده يعني عموما هيروح ميزانه تقيل قوي عند ربنا، ميزان سيئاته تقيل قوي عند ربنا. لان انا لو رحت عند ربنا ومراتي اشتكتني لربنا هبقى بمفهوم المخالفة وحش، لان سيدنا النبي قال خيركم لأهلي، كلام للستات والرجال، يعني ما انت جوزك اسمه أهلك وانت مراتك في اللغة اسمها أهلك. فأنا لو رحت عند ربنا أقرب الناس إلي هو ألد أعدائي وأكتر واحد ليه في رقبتي حقوق وما أنا بعمل في الدنيا. فالراجل ده اللي بيشتم مراته ويبهدلها ويقدر كل الستات إلا هي، محتاج يراجع أصلا علاقته بربنا، لأن من علامات تأثير الطاعة رحمة القلب بالأقرب. يعني تعرف ازاي ان انا كويس؟ بص على الأقرب، عايشين في دماري وأذيتي ولا عايشين في أماني وخيري؟ سيبك من المجتمع، انا ممكن اقعد امثل على الناس كلها وتزين قدام الناس كلها، المهم المقربين مني يشهدوا لي بإيه عند ربنا. فمحتاج يراجع علاقته مع الله. وهنا الأجانب يقول لك يو توك مي فور جرانتد، انت خدتني مضمون. ساعات الإنسان لما يضمن اللي قدامه يكسل في مسؤوليات،
يا معلش الست قاعده ومش هتعمل حاجه، فتلاقيه كده ايه ما يهتمش بكلمته، بكلمه شكرا، بكلمه متاسف، بكلمه من فضلك، الكلام اللي بنقوله للغرب عشان يحترمونا، لان لو ما كناش كده محدش يحترمنا. طب اللي في البيت الضمان ده وحش قوي، ربنا يصلح الحال. عندي مشكله ان في اليوم اللي بذكر فيه ربنا وبقول الورد والاذكار بلاقي الذنوب بتهاجمني، بتتغلب عليا في الخلوات، ولما ما بذكرش ربنا مفيش ذنوب بتهجم عليا في الخلوات. يا حسونة يا صاحب السؤال يا حسن، الرابطة دي، شايف الرابطة اللي انت ربطتها؟ لما بذكر ربنا بعصي في الخلوات، لما بذكرش ما بعصيش. الفكرة الرابطة دي من الشيطان، لان ده ممكن يكون حصل مرة واثنين وعشرة، بس مش قاعدة. مش ممكن واحد يبقى بيستعيذ، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. مش ممكن أنا أبقى بذكر ربنا شيطاني المفروض يبقى أضعف. لكن إيه اللي حاصل؟ اللي حاصل إن ساعات الواحد بيقول أذكار، ولكن لما يجي في الخلوات يحط نفسه في أوضاع نفسه تبقى ضعيفة فيها، لأن الشيطان ما بيأثرش على النفس إلا بإذنها. الشيطان ما يقدرش عليك إلا بإذنك. فتخيل مثلا أنا قايل أذكار الصباح والمساء وبحب الخمرة ورحت بالليل قعدت في خمارة. أنا قايل أذكاري بس أنا بحب ده وقعدت في الخمارة، مش هشرب ليه؟ ده أنا ربنا لما قال قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، زي ما قال لك وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، برضه قال لك مش نمشيش ورا خطواته لغاية ما واحد ضعيف قدام القرش وقال أذكار الصباح والمساء وقعد في اتفاقية فيها ملايين من حرام. أنا رحت برجلي لحاجة ممكن أبقى أضعف منها بكتير، فما جيش لغاية سور البلكونة واتمشى واقف عليه وبعدين لما اقع اقول انا ايه اللي وقعني. فراجع يا صاحبي، خلواتك دي بتهيئ الخلوه دي ازاي، وبيبقى فيها ايه، وبتشوف ايه. فلان لا، واستمر على اذكارك وان شاء الله ربنا هينجيك. اخر سؤال عشان 9:30، هل لازم ناخد الاوراد من مشايخ ولا ممكن نعملها لوحدنا؟ جميل ان شيخ يقول لك ورد تذكر ربنا بيه ويوصيك بأذكار النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأوراد فيها شيء اسمه السند الروحاني. إحنا لما مثلا في مرة من المرات كنا بنقرأ صحيح البخاري على المشايخ، فيدونا فيه إجازة بالإسناد المتصل، قرأته على الشيخ والشيخ قرأه على الشيخ قرأه على الشيخ لغاية الإمام البخاري، والبخاري مشايخه لغاية الصحابة لغاية النبي، فده إسناد متصل. قرأنا الأحاديث دي لغاية سيدنا رسول الله، ده إسناد الحديث. في إسناد روحاني، إن سيدنا النبي قال للصحابة والصحابة قالوا لحدهم لغاية ما توصل لغاية عندك، ففيها بركة أرواح الصالحين. لكن لو ما عندكش شيخ يديك الأوراد دي ويقول لك، سيدنا النبي هو معلم الكل، خدها من النبي على طول عليه الصلاة والسلام، وقول أستغفر الله 100 مرة الصبح، ولا إله إلا الله 100 مرة الصبح، وصلي على النبي 100 مرة الصبح وزيهم بالليل، وتبقى أنت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. شكرا، طولنا عليكم. 9:30، أشوفكم إن شاء الله بإذن الله قريبا، يوم الاربعاء اللي جاي الساعه 10 بالليل عندنا لايف عن كانت كيفيه التعلق ان شاء الله، التعلق الدائم بسيدنا رسول الله بمناسبه مولد النبي يعني صلى الله عليه واله وسلم. السلام عليكم يا فتاح يا رب.